أهلا بيك، يعني الله يبارك فيك كتر خيرك، يعني إنما هو في النهاية مجرد رقم. مجرد رقم لكن مجرد دليل رقم على مسيرة كبيرة جدا ليك يا كابتن طلعت. أكيد أكيد، يعني مسيرة قاسية جدا جدا، يعني في المهنة تحديدا، يعني هي مهنة يعني مرهقة جدا إلى أبعد الحدود، ولما تستمر كل هذه السنين فأكيد هي بتطرق جواك يعني آثار يعني صعب جدا إن هي تسمح، لكن ما فيش شك ان انا سعيد جدا فيها، سعيد بالحياه اللي انا عشتها داخل هذا المجال، وسعيد بالرقم اللي اتحقق، ما فيش شك. اول حاجه بدات بيها ان هي سابت لك اثار مش سهله، اثار صعبه، يعني واضح ان هي مهنه شاقه جدا يا كابتن طلعت. لا مش شاقه، مهنه قاسيه يعني لا ترحم، يعني ما فيهاش رحمه، يعني والامتحانها يعني يقدر يحس بيها اكثر، يعني من هم خارج الخطوط او خارج المجال يعني زيك كده تشعر بيها، يعني تقدر تقول ان هي، ما لكن بالك بقى المدرب نفسه. لما تعايشها الوضع بيختلف تماما، يعني هي بتحطك تحت ضغوط كثيره جدا، وتحت احساس بالمسؤوليه تجاه يعني ناس كثيره، قدام ناس كثيره جدا جدا، وقدام نفسك، وقدام رغباتك وطموحاتك الشخصيه، فهناك ضغوط يعني من مجالات كثيرة جدا، والأهم من ده إن هي بتؤثر بشكل مباشر. خلي بالك المدرب الأجنبي يمكن مش هيكون في الحتة اللي أنا هقول لك عليها دي، إن هي بتؤثر بشكل مباشر على حياتك الخاصة وعلى بيتك وعلى أولادك، وقد تؤثر على كمان أسلوب تعاملك مع البيت. اسلوب تعاملك ده هنا اللي هو بمعنى ان انت ممكن الماتش يعصبك فتروح متعصب لناس ملهاش ذنب في البيت؟ لا انا ما بتعصب، يعني الحمد لله انا ما بوصلش لمرحله ان انا يعني الكلام ده يؤثر على يخليني عصبي جوه البيت، انما يخليك في حاله مزاجيه مش مظبوطه، فاهم. على الاقل على الاقل، يعني لو خلاك في حاله مزاجيه مش مظبوطه فاكيد انت مش هتقدر تبقى صح طبيعي وانت بتتعامل، يعني صح فده بيؤثر على اهل البيت كلهم، سواء الزوجه او الاولاد، فهي يعني انما انا يعني بحمد ربنا ان انا يعني وصلت لهذه المرحله يعني بدون خسائر ضخمه. ربنا الحمد يا رب لله يديك الصحة الحمد ومزيد لله من النجاحات يا كتر كابتن طلعت. خيرك. مسيرة كبيرة مع أندية كتيرة، يعني أنا هقول البعض مش الكل، الاتحاد السكندري طبعا كذا مرة، مصر المقاصة، اتحاد الشرطة، الكروم، طلائع الجيش، بلدية المحلة، اتحاد الشرطة المصري، بورسعيدي، تليفونات بني سويف، بتروجيت، سموحة، أعتقد إن كده 10 أندية هم دول اللي دربتهم، مش كده كابتن طلعت؟ بالضبط، بالإضافة لتجربتين خارج فصل الجيش خارجيتين. السوري وأهلي طرابلس. يعني مسيرة كبيرة جدا يا كابتن، وعلى طبعا مستوى أندية مش كلها بتنافس من أجل تحقيق الانتصارات، لكن رغم كده من ال 412 مباراة اللي قدتهم نجحت في تحقيق الفوز في 147 مباراة منهم. عايز أراجع معاك كده ذكرياتك مع مسيرتك في 10 أندية، الذكرى اللي ما تنساهاش أو المحطة اللي أثرت فيك بجد على مستوى المسيرة. بص، يعني إذا كنا هنتكلم عن الأفضل فأعتقد هتروح للنتائج، يعني أكيد يعني ذهنك هيروح للنتائج، وهي في تجربتين الجيش والشرطة، يعني 4 مواسم بتحقق فيهم مركز رابع، موسمين، أنا 3 مواسم في الشرطة، موسمين مركز رابع، وموسمين في الجيش، 3 مواسم في الجيش برضو منهم موسمين في المركز الرابع، واشتراك في البطولة العربية، يعني قد تكون دي من حيث النتائج قد تكون الافضل، انما اللي ممكن ياثر فيك بشكل مباشر اكيد تجاربي جوه نادي الاتحاد، أكيد بيتك. بالظبط، وبتمثل ضغوط مختلفه، يعني انت بتبقى مضغوط لان انت حاسس ان انت جوه بيتك، وان انت مسؤول عن هذا البيت زي رب الاسره، أيوه مسؤول عن هذا البيت، ومسؤول عن هذا الكيان، ومسؤول عن ان انت تحطه في مكانه انت ترتضيها، وترضي طموحك، وترضي طموح جماهير، وترضي طموح اداره. صحيح المشاعر دي موجوده في كل الانديه اللي انا توليت مسؤوليتها، أيوه لكن بيضاف جوه نادي الاتحاد هو احساسك بان انت جزء اصيل من هذا الكيان، فالمسؤوليه والاحساس بالرغبه يعني بيبقى عنيف، والاخفاق بيتعبك، صح، يعني على الاخفاق في خطوه او في مرحله او في مباراه بيتعبك، يعني قسوته قد تكون ضعف قسوه
اي موقف تاني في اي نادي تاني. فجوه نادي الاتحاد العمل بالنسبه لي انا بالنسبه للمدرب تاني قد يكون مختلف، لكن بالنسبه لي انا هو قاسي شويه. عشان كده انا شويه لما بيعرض عليا نادي الاتحاد على مدار السنين اللي فاتت وده حصل كنت بتحفظ شويه. ليه؟ عشان اللي انا بقوله لك، عشان اللي انا بقوله لك، وعشان يعني يقيني وادراكي بان ده بينعكس شويه على صحتي. يعني وخصوصا في المرحله اللي انا فيها دي دلوقتي. تجربتي في هذا ربنا يديك الصحه يا رب يا كابتن، كتر خيرك. تجربتي في هذا الموسم مع نادي الاتحاد يعني اكيد الاستاذ محمد له دور كبير جدا وعنيف في وجودي، وانا يعني هو صديق قبل ما يكون رئيس نادي واخ انا بعتز بيه، وهو حاليا بيدير الامور بحنكه وبخبره اكتسبها على مر السنوات اللي فاتت. فالوضع مختلف شويه. اتمنى بس ان انا يعني انهي الموسم ده بشكل يعني يرضي اللي حواليا ويرضيني باذن الله. طيب بدات تدريب امتى؟ سنه كام؟ بدات تدريب سنه 84، انا بطلت 84. تمام. كان عندي 29 سنه. بدات التدريب 85. 85 السنه التاليه مباشره. بس مش طبعا مش كمدير يعني فني في جهاز فني. لا للاسف للاسف بدات كمدير فني نادي رشيد. في نادي رشيد في الدرجه الثانيه. ايوه. يعني وكان دخولي فيه محض يعني بالصدفه. لكن يعني خدت التجربه وكانت اللعب 90% من اللعيبه اكبر مني. يعني أكيد. انا كنت 29 سنه يعني. 29 واللعيبه كلها فوق ال 30 تقريبا اللي جوه الفرقه يعني. فكانت تجربه فريده بالنسبه لي. أيوه. اكسبتني الكثير من الخبره في المواقف. وبعدين رحت نادي الاتحاد بقى في قطاع الناشئين، قعدت كام سنه كده. أيوه. وبدات من اوائل التسعينات في الفريق الاول كمدرب عام وبعدين كمدير فني. طيب هسالك يعني على مدار مسيره تدريبيه ما شاء الله وصلتك لرقم قياسي خلال الايام اللي فاتت، من الثمانينات ثم التسعينات ثم الالفيه الجديده واحنا في 2020 ما شاء الله، الكره اكيد اتغيرت، نظرتك ليها كمدرب اكيد اتغيرت كذا مره علشان تعرف أكيد. تواجه المنافسين وتواكب التطور. شايف أكيد. لو هتوصف التغير اللي حصل في الكره من اول ما بدات تدريب لحد النهارده هتقول ايه؟ لا التطور ضخم. لو هتتكلم عن الكره في سنه 90 والكره في 2020 فانت بتتكلم عن 30 سنه. ايوه. الكرة بتتطور يعني مش عايز اقول كل يوم انما على الاقل في كل موسم بيحصل نوع من التطور في كل شيء داخل كرة القدم. تطور في الاعداد البدني، تطور في اسلوب الاعداد وطريقته ونظرياته، تطور في التكتيك. يمكن الشيء اللي صعب تطويره هو التكنيك، ونتكلم عن المهارة والموهبة الثلاث دي بتبقى من عند ربنا. صحيح في امكانيه لتطويرها لكن مش بالقدر اللي ممكن يكون في تطور في الشق البدني والتكتيك. أيوه. يعني الجزئيتين دول هم اللي حصلوا فيهم تطور كبير جدا، وبالتالي الكره تطورت واتنقلت من حاله بطء الى حاله سرعه مذهله. صح. مفيش شك يعني 30 سنه السرعه، سرعه الاداء اتنقلت من منطقه لمنطقه ثانيه خالص خالص. انت في حاجه لانك تقرا وتطلع وتبص تشوف وتتفرج عشان تقدر تواكب هذا التغير. يعني ده اللي انا بحاول ان انا اعمله كنت على مدار ال 30 سنه اللي فاتت. طيب كابتن طلعت قبل ما اختم معاك، والحقيقه انا بحيي كل كلامك وبحيي دايما طريقه تفكيرك ودايما طريقه عرض كمان افكار حضرتك سواء للاعبين او في الاعلام. عايز اسالك على قضيه بتدور حاليا وهي برضو ممكن تكون عاصرتها باشكال مختلفه او عاصرت تطورها يعني. فكره تخيير اللاعبين ما بين فكرة الانتماء أو المال والهجوم اللي ممكن يتعرض ليه اللاعب لو اختار المال أو لو رفض التجديد، بتكلم تحديدا على قصة رمضان صبحي والشكل اللي بيدور حاليا، ايه تعليقك عليها أو شايف ازاي المفروض يكون التفكير فيها؟ بص أنا يعني ردي قد يكون يعني رد نظري لكن هو في النهاية واقع. يعني أقل حاجة هتتقال إن احنا في دنيا الاحتراف. أيوه. وان الاحتراف يبيح للاعب ويسمح له انه يختار طريقه وقراره والمكان اللي هيروح. ده الاحتراف. أيوه. وكده. لكن احنا كشرقيين يعني لنا طباع خاصه فيما يخص الانتماء والحب والجميل اللي سابه النادي علي عشان اكون في المكان اللي انا فيه دلوقتي.
يعني اذا قدرت تجمع ما بين الاثنين هنقول وصلت لاقصى مراحل النجاح. لكن في النهايه انت بيحكمك شخصيتك انت، يعني قراري قد يكون مختلف عن قرار رمضان عنك، لكن في النهايه هناك قرار اللي بيحكمك فيه شخصيتك. تمام. وقد تكون ظروفك اللي محدش يعرفها، يعني قد تكون لديك من الظروف اللي بتخليك تاخد قرار ما يعجبش ناس كتير. صح. لكن في النهاية هرجع أقول لك يعني نظريا وفي مجال الاحتراف كل شيء مباح ومتاح، لكن تأكد أنك هتاخد حاجة هتخسر حاجة تانية. هيبقى في صعوبة في المرحلة دي أنك تاخد كل حاجة. في صعوبة أنك تاخد حب واحترام وتقدير الجماهير والإدارة، وفي الوقت نفسه تاخد المال والمادة اللي انت قد تكون يعني شايفها في مكان اخر. خد المادة في مكان تاني. أيوه. لكن هتخسر الجزء الاولاني. آه. فاختار انت عايز ده ولا عايز ده. كابتن، خلي بالك الكلام ده هنا في مصر. فهم. لكن بره اعتقد آه. انه الامور قد تكون مختلفة شوية.